لمساحتنا الطبية اللي وصلنا لنا سالي، أكيد نركز اليوم على الطعام الصحي اللي دائما بنحكي عنه بس ما في تطبيق. اليوم بدنا نحكي عن تعدد الوجبات، عن الطعام الصحي، كمان الأمور اللي بتأثر على امتصاص السكر بالجسم. أكيد كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها الدكتورة منى الدكر، اختصاصية غدة صم وسكري ورئيسة قسم الطفل السكري بدمشق بمركز العيادات التخصصية. يسعد لي صباحك دكتورة. يا صباح النور. سعد صباحك. صباح النور. صباح الخير يا دكتورة. بداية نحن بنعرف قديش السكر أضراره عالية، السكر الأبيض، قديش أيضا خلينا نخص الأطفال يلي بتناولوا كتير السكريات بحبوهم فبيعطلون كتير. خلينا نحكي عن أيضا نمط النظام الصحي، نبدأ بما هو النظام الطعام الصحي أو الطعام الصحي، ما هو مكوناته؟ الطعام الصحي يعني تأمين العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، للعمليات الاستقلابية اللي هي مستمرة بجسمنا، تأمين العناصر اللي هي ضرورية للعمل والحركة وتعطينا طاقة لجسمنا. وقت نقول كلمة طعام صحي يعني لازم نحن نعرف شو لازم ناكل، شو نوع الأكل وشو كميته. طبعا مكونات الطعام هي عديدة، في عنا 6 مجموعات هي أساسية لازم تكون ضمن مكونات وجباتنا اليومية، هي الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات والمعادن والألياف. طبعا أول 3 مجموعات هن المجموعات الرئيسية والأساسية. يعني الكربوهيدرات مثل اللي هي سكر الجلوكوز اللي هي بتحمل طاقة سريعة للجسم وضرورية للحركة. البروتينات هي مثل الحموض الأمينية وبتحمل طاقة بطيئة. نعم. طاقة بتكون بطيئة وبتعطينا ضرورة الشيء ضروري للبناء بالجسم، بينما الدهون هي كمان بتحمل طاقة بطيئة مثل الحموض الدهنية وهي ضرورة لتخزين الطاقة بجسمنا. نعم، يعني نحن دائما دكتورة بنحكي بمصطلحات الكربوهيدرات، البروتينات مثلا، السكريات، لكن ما بنحدد شو هي الأطعمة أو المواد الموجودة فيها والنسب اللي لازم تتاخذ. يعني هلا بنقول الكربوهيدرات ممكن حدا ياكل رز مثلا كثير، أو مثلا ياكل عرفتي، أو بروتينات ياكل مثلا لحمة كثير، فخلينا كمان، أو فول كثير، هذا كمان بيضر على الجسم وما وعم يأثر كمان على وزن الجسم، ونحن دائما بنشدد على نوع الطعام والكمية. اي طبعا صحيح؟ هذا كثير اساسي بوجباتنا، او كميه الحريرات اللي لازم نحن ناخذها، كيف تقسيمها تماما. هلا هذا الشيء نحن مثلونا اياه بالهرم الغذائي اللي هي لازم يضم المجموعات الاساسيه اللي نحن هلا ذكرناها. ايه؟ بس مثل ما ذكرتي حضرتك بالنسب معينه لازم تكون، وهالنسب بتختلف حسب العمر، الجنس، حسب كمان الحركه والطاقه اللي بيقوم فيها يوميا، وحسب المرحله الفيزيولوجيه مثل مرحله المراهقه او الحوامل المرضعات. بس بنسب عام بشكل عام في عنا نحن نسب معينه عم تكون موجوده. يعني بهذا الهرم الغذائي اللي نحن هلا ذكرنا عند القاعده هون بدها تكون النسبه الكبيره للحريرات اليوميه اللي هي بتضم النشويات، يعني قبيلها هي مثل الرز، الخبز، البطاطا، اللي هي بتشكل 60% من الوارد الحراري لنا يوميا. نعم. اذا طلعنا مستوى اعلى بيكون عندنا الفاكهه والخضار، اعلى بيكون عندنا البقول، الالبان، الاجبان. طبعا هون عم تقل الكميه الحريرات نحن قديش عم تدخل للجسم بذروه الهرم، هون اقل كميه نحن لازم نتناولها هي بدها تكون الدهون والسكريات. نعم. يمكن دكتوره حكيتي عن نوعية الطعام، الكمية، ولكن كيف فينا نحن نقسم طعامنا؟ يعني مثل ما بنعرف الكربوهيدرات ممكن ياخذها الصبح بكير، البروتينات الظهر، السناك بيكون كمان مقطع فيه شوية سكريات، يعني بنقسمهم، قد ايه مهم تقسيم الطعام وكيف فينا نقسم نحن وجباتنا وكم وجبة يعني فينا نقسم بنهار؟ كثير ضروري انه يكون عندنا وجبات متعدده وصغيره. يعني كثير غلط وقت في ناس بيقولوا لك تناولنا وجبه واحده باليوم، انه بفكروا انه هذا ممكن يكون شيء صحي او لتنزيل وزن. اكيد لا، لازم نحن ناكل وجبات صغيره ومتعدده، الوجبات الرئيسيه الفطور، الغداء، العشاء، وبيناتها وجبات سناك الصغيره. ما فينا نقول انه انا الكربوهيدرات او السكريات بشكل عام انه هي تكون بس بالوجبه الصباحيه، لازم تتوزع على كل الوجبات اللي نحن بنتناولها. وفي مثل قلنا نسب معينه او في حصص نشويه او حصص بروتينيه بتنحسب لحتى نقدر نحن نحصل على وجبه تكون هي متوازنه وصحيه بالنسبه لنا. يعني الكربوهيدرات هي 60% من 50 ل 60% من الوارد بدها تكون بكل وجبه. بشكل عام البروتينات هي بدها تكون تقريبا 15 ل 20%،
الدهون نسبتها تقريبا 30%. طبعا نوعيتها بتختلف وكيف تقسيمها، بس طبعا بتتم الوجبه الكبيره هي وجبه الغداء، والوجبات الاصغر بدها تكون الصباحيه والمسائيه. نعم دكتوره، قبل ما نفوت هيك اكثر على الطعام الصحي والاخطاء الشائعه، خلينا نحكي شوي عن الانظمه الشائعه بالمجتمع وهي نظام الصوم المتقطع اللي بيقول مفيد ل يعمل مناعة بالجسم، هل هالمعلومة صحيحة ولا بتضر، وخاصة للمعون سكري أو غدة أو شيء؟ ممكن الصوم المتقطع يفيد المريض إذا حاول هو بده ينزل وزنه، بده يحاول أنه في فعلا عنده دهون أو نسب شحوم زيادة هي بالجسم، بس إذا أجينا على شيء اللي هن أمراض مرضى سكري أو مرضى الغدد، مرضى السكري إساء أكثر أكيد، لأنه نص علاجنا هو طريقة الأكل اللي بياكله المريض تماما بأوقات معينة تماما، فما بقدر أنا لمريض السكري اللي تم فترة كتير طويلة ما عم تاكل وعنا مدة كتير قصيرة هو ياكل فيها، لأنه هو عم يتناول أدوية الخافضات الفموية اللي عم ياخدها أو الأنسولينات خاصة ممكن تعمل له هبوط بسكر الدم، فكتير ضروري لمرضى السكري إن هن يقسموا وجبات، وما بنقدر نقول لهم صيام متقطع، وحتى إذا صام لفترة شوي طويلة مريض السكري وخاصة اللي عنده نقص بالأنسولين بجسمهم بصير نستخدم الطاقة اللي هي ما عاد عم ياكل تناول وجبات فيها كربوهيدرات وخلص مخزون الجسم من السكريات، ممكن يصير استعمل الجسم طاقة من البروتينات من الدسم اللي هي موجودة جوات جسمنا، هذا بيؤدي لتشكيل أجسام خلونية، وهذا يعني عندي يا أنا خلل بالاستقلاب وبسيء لجسمه لمريض السكري. أكيد. نعم دكتورة منى، أيضا مو يعني الواحد دائما يحط قاعدة إنه لا السكر هو ضار 100%، أيضا الجسم بحاجة لنوع من السكريات، ولكن دائما الأطباء بينصحوا بالسكريات الطبيعية يتناولها الإنسان عن طريق التمر، الشغلات اللي فيها الشوندر، أكثر من ما يأخذ السكر حر، يعني هون النسبة بتخف، هل هدول ضارين مثلهم مثل السكر العادي ولا لا الجسم بحاجة لهم بوضع معين أحيانا بيكون؟ أكيد السكر هو ضروري بأنواعه، بس لازم تكون في نسبة معينة حتى السكر الأبيض. حتى السكر الأبيض هلأ أنواع السكر، عندنا سكر ممكن يكون بسيط حتى نعرف أي نوع نحن بدنا تماما. في عندنا سكريات البسيطة اللي هي سهل امتصاصها كتير وهضمها سهل مثل سكر جلوكوز، في عندنا السكريات الثنائية اللي هي بتتشكل من نوعين من السكريات الأحادية، هي بنشوفها كمان بسكر مثل المالتوز موجودة مثلا بالبطاطا الحلوة. في السكريات المعقدة أو المركبة اللي هي بتتشكل من عدة أنواع، ثلاث أنواع أو أكثر من السكريات البسيطة. طبعا هي هضمة بيحتاج عمليات استقلابية أكثر لنوصل لسكر الجلوكوز ليتم امتصاصه بالنهاية مثل النشويات. طبعا كتير ضروري نحن نعرف أنه حسب الشخص هي بتختلف، أنه أنا إذا مريض عنده سكري أكيد بدي حاول ما أعطيه سكريات سريعة الامتصاص حترفع له سكره بشكل كتير كبير. نلجأ غالبا لسكريات الامتصاصة بطيء، لأنه إذا عم نعطي بعض الأدوية مثل الأنسولينات أو الخافضات مثل دكتورة بدنا سكر يكون امتصاصه بطيء حتى ما يعمل له هبوط سكر. نشويات الخبز والرز بنسبة معينة، دائما مريض السكري بفكر انه انا ما لازم اكل رز ما لازم اكل خبز، لا بدنا اياها بنسبه معينه تكون موجوده بغذائه بتحافظ له على نسبه ثابته من السكر بالجسم وما يصير عندنا هبوطات بسكر الدم. طيب خلينا نحكي عن مقدار السكر المسموح في اليوم لجسم الانسان للوقاية من أنه يكون في عنده مثلا ارتفاع بالسكر أو أنه يأكل زيادة سكر. بنعرف دائما انه السكر قد ايه بياثر سلبا على الجسم، سكر وملح، بس السكر هلا العالم كلها بتحب الحلو، فخلينا نحكي كمان المقدار المسموح فيه. تمام. هلا المقدار غالبا هو بين 200 ل 300 جرام باليوم، اذا قل عن 100 كمان اذا قل هو مشكله بالنسبه لنا، اذا نقص عن 100 جرام باليوم بيؤدي لما ذكرنا هلا هو الحموض الخلونيه اللي بتتشكل بالجسم إلو هي سيئه. بس له مصدر يعني مو السكر الخام فينا ناخذه من الفواكه من الرز من الخبز ما هيك؟ تمام يفضل هي المواد اكثر ما تكون السكريات السريعه والحلويات. طبعا بدنا نحاول نحن تتقسم على وجبات، هال 300 جرام يوميا تقسم على الوجبات الرئيسيه الفطور الغداء العشاء، ممكن يفضل دائما تكون هي بطيئه الامتصاص مثل ما ذكرنا قبل شوي. نعم ايضا دكتوره في كثير صبايا عم ياخذوا هلا بياخذوا سكر وبياكلوا بالدنيا بعدين بياخذوا حبه يعني مثل الميتافورال تمام هدول القصص عم ياخذوها يعني بشكل انه ممكن تنزل السكر، هل هذا الشيء صح انه احنا بناكل سكر بعدين بناخذ حبه دواء؟ يعني كمان في عادات
خاطئه او حتى متداوله بين الصبايا اللي بيحبوا انه ينزلوا وزنهم يعني. تمام. الماده اللي ذكرتيها اللي هي الميتفورمين هي دواء طبعا للسكر، هو خط اول بعلاجنا. اليه عملها بالجسم انه هي بتبطئ امتصاص السكريات، بتاثر على فعل بتاثر على فعل الانسولين بعد ما بينفرز الانسولين من البنكرياس، بتساعد مستقبلات انه تستقبل السكريات بشكل منيح، الانسولين عفوا، فهذا بيساعد على دخول السكر لداخل الخلايا اذا بنفعل مستقبلات الانسولين. طبعا هون نحن في استعمالات له غير انه للسكري كعلاج، ممكن يستعمل للبي سي او او مبيض متعدد الكيسات. يعني منيح طبعا بيعطى علاج لمبيض متعدد الكيسات وزياده الشعرانيه بالجسم. يستعمل احيانا عم يستعملوه لتنزيل الوزن كونه عم بطئ افراغ امتصاص السكريات، ما عم بيعمل بشكل سريع حسب الجسم. هلا اللي عندهم مقاومه على الانسولين بجسمهم بينزل وزنهم اكيد بس يستعملوا الميتفورمين، بينما اللي ما عندهم مقاومه على الانسولين بتشوفيهم اخذوا هيدي الماده وما نزل وزن. فكتير ناس بيقولوا لك اخذنا ونزل وزننا بشكل صريح، وفي ناس مقابلهم اخذوا ما نزل وزن. كيف هي بتعود على اليه انه زياده البدانه او زياده الوزن اللي هي موجوده عندهم. كيف بيعرف الشخص اذا مقاومه الانسولين بجسمه تماماً جيده او لا؟ طبعا هلا هي بده يكون نسبه الانسولين هي مرتفعه بالجسم. طبعا اللي عندهم مبيض متعدد كيسات هن عندهم مقاومه على الانسولين، اللي عندهم بدانه مركزيه بتكون هن عندهم مقاومه على الانسولين. في بعض التحاليل ممكن نلجأ لها تساعدنا. تمام. ففي الناس استعملوا فعلا فادهم بشكل صريح، وممكن انه يتاخذ مثل ما قلنا اذا ما في مقاومه وما ينزل الوزن. نعم. طيب نحن المعلومات اللي اعطيت لنا اياها كثير قيمه، يمكن هي معلومات دائما بتعيدوها لمرضاكم لكن التطبيق عم بيكون صعب لإلها، فدائما لازم نعيدها ونوعي الناس على خطورة السكر بالطعام ونركز على أهمية الطعام الصحي وخاصة بهي المرحلة لأنه بيكسب مناعة كمان بهذا الجو. نحن نتشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.